خبير الأعشاب حسن خليفة دائما ما بهمش دور الطبيب ولا الصيدلاني ولا المختبر، ودائما بحذركم من الخلطات الجاهزة، لأنه ذكرت وانتو تعرفوا دائما أنا ما بحكي إلا الصحيح وما بخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان إذا أنا عملت خلطة لقرحة المعدة والله ما تنفع لواحد عمره 14 سنة وواحد عمره 50 سنة، يعني بالعقل أنا بس أذكركم. لكن عشان فترة عيد أنا حبيت أني أدردش معاكم من خلال هذه القناة اللي أنا بعتز فيها طبعا، وبعتز بأصدقائي الشباب الموجودين فيها وطبعا فيكم بالمشاهدين. لكن والله كل شخص فينا دمه بيختلف عن الثاني، نوعيته وحتى نفسية البني آدم وحتى طوله وحتى وزنه بيختلف. يعني واحد وزنه 125 كيلو عنده مشكلة، نيجي نعطيه نفس الخلطة ونفس المقادير لواحد عمره مثلا 20 سنة ما تزبط. وأيضا خلطات العقم اللي تخص الرجال للحيوانات المنوية غير عن اللي بتخص النساء اللي عندها مشاكل بالرحم عموما أو التبويض. فبالتالي دائما نحرص على بعضنا، دائما ناخذ الوصفات الأمينة، نعتمد شخص اللي يكون خبيرنا وأخونا بالعراق أو بالأردن أو فلسطين أو المغرب أو الجزائر. والله في ناس كثيرة نظيفة،